أمل الحناوي تحييكم من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وحلقة جديدة من برنامجكم عن قرب عبر شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا بكم. قصص أشخاص تحدوا المستحيل وحققوا إنجازات وشهرة واسعة ودخلوا التاريخ من بوابة جينيس للأرقام القياسية، وكانوا مميزين بما حققوا. عن كيفية تحقيق لقب جينيس للأرقام القياسية يسعدنا أن يكون معنا حسن إبراهيم، مدير العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا أستاذ حسن. في البداية، ما هي أهم شروط التقديم لتحقيق لقب جينيس؟ وأي دولة عربية حققت أكثر عدد من الألقاب للأرقام القياسية مؤخرا؟ طبعا جينيس تتبع معايير صارمة لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم. هناك شروط عامة وأخرى خاصة. نحن نتلقى ونقبل الطلبات من الجميع، إلا أن الشروط العامة هي أن يكون الرقم قابلا للكسر، يعني أن يكون هناك شخص قادر على كسر هذا الرقم القياسي في المستقبل، وأن يكون قابلا للقياس، بمعنى أن يكون وحدة، لا مثلا على سبيل المثال وحدة الجمال هي وحدة غير قابلة للقياس، ولا يمكن أن يحصل هناك رقم قياسي أجمل شخص في العالم لأنها وحدة غير قابلة للقياس. أن يكون قابلة للرصد، بمعنى أن يكون أن يدعي شخص أنه لم ينم منذ عامين على سبيل المثال، وهذا أمر يصعب رصده ويصعب تصديقه. أما الشروط الخاصة فتتعلق بكل رقم قياسي حسب اختلافه. وما هي أغرب الأرقام القياسية التي تم تحقيقها مؤخرا؟ على سبيل المثال تحقيق إيلون ماسك لأكبر خسارة ثروة في التاريخ. هناك كثير من الأرقام القياسية. المثال الذي طرحتيه هو عبارة عن رقم قياسي لاقى شهرة واسعة وصدى واسع في الآونة الأخيرة بسبب شهرة صاحب الرقم القياسي السيد إيلون ماسك. عموما الأرقام القياسية الغريبة هي أحد مواضيع الأرقام القياسية في جينيس. على سبيل المثال، أحد الأرقام القياسية تم تحقيق أكبر كف في العالم لرجل على قيد الحياة، وهو من مصر السيد محمد الشحاتة. مثل هذا النوع من الأرقام القياسية يحققه الأشخاص ذوي القامة الطويلة، وعلى الرغم من أن السيد محمد الشحاتة هو ليس أطول رجل في العالم، إلا أنه استطاع كسر الرقم القياسي الذي كان يتمتع به السيد سلطان كوزن من تركيا، الموثق حاليا كأطول رجل بالعالم بطول 251. هناك رقم قياسي أيضا جميل من مصر، اللي هو أكبر قطعة جبنة وزنها 135 كيلو، تم تحقيق هذا الرقم القياسي في عام 2012. إيلون ماسك حقق هذا الرقم القياسي هذا العام ولاقى صدى واسع. طبعا تبعات هذا الرقم جاءت من تغير أسعار سهم شركة تسلا التي يقودها إيلون ماسك. بسبب تغير أسعار الأسهم فقد الكثير من قيمة السهم، ما أدى إلى خسارة هائلة سجلت الأعلى في تاريخ أي شخص صاحب ثروة في العالم، وحطم رقم قياسي مثل ما ذكرنا لاقى صدى واسع على مستوى العالم. ما هو عدد الطلبات التي تتلقاها جينيس سنويا، وما هي نسبة قبولكم لهذه الطلبات؟ نتلقى 1000 طلب أسبوعيا في جينيس للأرقام القياسية، ما يقارب تقريبا 40,000 سنويا. نسبة القبول نحو 2700 رقم قياسي، من هاي 40,000 يتم قبولها وتوثيقها كرقم قياسي عالمي سنويا. ما هو الهدف من تحقيق رقم قياسي عالمي؟ الهدف من تحقيق رقم قياسي عالمي ليس الشعور بتحقيق الشهرة والانفراد بالقمة. تحقيق رقم قياسي عالمي يمنح شعور بالإنجاز الشخصي والتفوق. الأشخاص المحطمي الأرقام القياسية هم أشخاص يتحدون شعورنا بما نعتقد أنه مستحيل. يتم استخدام هذه الأرقام القياسية عادة حتى في المراجع العلمية لقياس مدى قدرة الجسم البشري على أداء تمرين رياضي معين أو تحقيق شيء معين خلال فترة زمنية. الأرقام القياسية أكثر من مجرد مجال للشهرة، إنما قد أيضا تكون مجال علمي للدراسة. مثل ماذا؟ تم افتتاح معرض ساينس نورث بكندا للأرقام القياسية، يقيس قدرة الجسم البشري على أداء التمارين الرياضية في مجالات محددة، وتم الاعتماد على كثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في جينيس للأرقام القياسية كدلائل على قدرة الجسم البشري.
هناك بعض المشروعات الكبرى بالدول العربية التي حققت أرقام قياسية، لو تذكر أبرز هذه المشروعات. طيب إذا بدأنا من مصر مثلا، هناك مشروع حقق رقم قياسي اللي هو مشروع روض الفرج اللي هو جسر تحيا مصر، حقق الرقم القياسي لأعرض جسر معلق في العالم. طبعا أبعاد الجسر بإنترنز بالعرض هو 67.3 متر، وحقق الرقم القياسي من أبرز كفاءات هذا الرقم القياسي أو مميزات هذا الرقم القياسي. احتاج إلى 4000 مهندس ومساعد لإنجاز العمل، واحتاج إلى نحو 290 ألف طن من الحديد. هذه المكونات قادرة على إنشاء 1000 عمارة سكنية. مشروع عملاق جدا تم توثيقه في مايو 2019. بعض الأرقام القياسية من الدول العربية الأخرى، طبعا قد يكون الأبرز بالإمارات، هو برج خليفة. ما لا يعرفه الناس عن برج خليفة أنه حقق 11 رقم قياسي، ولا يزال البرج الأطول على سطح الكوكب. من السعودية على سبيل المثال، هناك أكبر مبنى مغطى بالمرايا. هذا المبنى هو مسرح المرايا المقام في محافظة العلا، وهو مسرح لأداء الحفلات الفنية والغنائية والموسيقية وما إلى ذلك. ولكن هذه أبرز المشروعات التي أقيمت في الوطن العربي، هناك مشروعات القائمة تطول يعني. أستاذ حسن، كيف يمكن ضمان منافسة عادلة في مجال تحقيق الأرقام القياسية؟ عندما يكون هناك معايير واضحة للقياس يكون هناك منافسة عادلة بلا شك. على سبيل المثال، تم توثيق الرقم القياسي لأقصر رجل على سطح الكوكب في ديسمبر 2022، وهو سيد أفشين من دولة إيران. من الواضح جدا أنه أقصر رجل في العالم، تم قياسه وتوثيقه في جينيس الأرقام القياسية. وصاحب الرقم القياسي السابق لأقصر رجل تقبل الموضوع لأنها حقيقة مثبتة علميا يعني بالقياس. بعض الأرقام القياسية واضحة فيما يتعلق بالأبنية، فيما يتعلق بالأرقام القياسية المتعلقة بالجسم البشري، أطول رجل، أقصر رجل، أطول امرأة، أكبر امرأة عمرا، هذه أرقام قياسية واضحة. أما فيما يتعلق بالتحديات البدنية والأرقام القياسية التي تتعلق بتشالنج معين، يتم قياسها وفق معايير واضحة. فعلى سبيل المثال، هل تم أداء التمرين الرياضي بكفاءة عالية تسمح باحتسابه؟ الأمر يعود إلى سلسلة من المعايير يتم إدراجها لكل رقم قياسي. على السيستم عند جينيس هناك أكثر من 60,000 رقم قياسي. كل رقم قياسي له شروط عامة وأخرى خاصة مخصصة لهذا الرقم القياسي، كيفية أداء التمرين، الأدلة المطلوبة، هل يتم احتساب الحركة إذا تم القيام بها بهذه الطريقة، هل يتم التغاضي عنها. كل رقم قياسي له شروط وأحكام مخصصة، نحن نسميها guidelines لهذا الرقم القياسي، ويتم دراستها من قبل فريق مختص في كل المجالات. عندنا الخبير الرياضي، عندنا خبير في المشروعات العمرانية، عندنا خبير في البيولوجيا، عندنا خبير في التكنولوجيا. كل هذه الأرقام القياسية يتم وضع هذه الشروط من خبراء معتمدين دوليا. وما هي أهم التحديات التي تواجهكم عند اختيار الفائزين؟ التحديات هي كثيرة، ولكن يسعني ذكر التحدي بأن يقوم الشخص على سبيل المثال بالمباشرة بعملية كسر الرقم القياسي قبل التواصل مع جينيس، وهذا خطأ كبير، لأن هناك كما ذكرت شروط محددة لكل رقم قياسي يجب على الشخص الاطلاع عليها قبل المباشرة بالرقم القياسي. على سبيل المثال، محاولة أن يقوم شخص بقطع صحراء مصر سيرا على الأقدام، وهذه المحاولة يجب أن يتم توثيقها بشكل دقيق. ماذا استخدمت؟ سلسلة طويلة من دلائل موثقة بالفيديو، مدة الرحلة، شيء يتعلق بتوثيق المسار على الخرائط المعتمدة عالميا وما إلى ذلك. إذا قال الشخص بأني قطعت صحراء مصر بدون دليل، فهذا قد يصعب توثيق مثل هذا الرقم القياسي. لذلك من الضروري جدا أن يتم التواصل مع جينيس الأرقام القياسية قبل الشروع بالمبادرة. بعض التحديات الأخرى التي نحاول الوصول فيها إلى العالم، أن الناس تعتقد أنه من المستحيل الوصول إلى جينيس.
نحن نتوفر بكافة لغات العالم، مواقعنا متاحة لكل الناس، سهلة الوصول، سهلة التقديم حتى. كل ما عليك أن تحاول إيجاد ما أنت تستطيع المنافسة عليه. هذا لكل، نحن نؤمن أن لكل شخص رقم قياسي محدد يمكن تحقيقه، ولكن المهمة أن تجد ما هو هذا الرقم القياسي. وما هي أهم إنجازات ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم في جينس للأرقام القياسية؟ أدرجت جينس في عام 2021 فئات جديدة لأصحاب الهمم أو لمتحدي الإعاقة حول العالم. الهدف من هذا المشروع كان هو ضمان المنافسة العادلة للمتحدي الإعاقة. السبب في ذلك أن هناك أرقام قياسية أصبحت صعبة الكسر ويحاول هؤلاء الناس المنافسة عليها، لذلك حاولت جينيس الأرقام القياسية طرح فئات محددة لهؤلاء الأشخاص متوفرة فقط لمن يحمل شهادة متحدي الإعاقة. هناك طبعا تحديات متعلقة ببتر الأطراف أو تحديات عقلية مثلا أو تحديات النظر والتحديات السمع، فئات كثيرة أدرجتها جينيس عبر مواقعها بكافة اللغات متاحة للجميع للتقديم. أحد الأمثلة التي تم رصدها العام الماضي هو السيد عمر حجازي، واحدة من أكثر القصص إلهاما في جينيس الأرقام القياسية السنة الماضية. عمر من جمهورية مصر استطاع تحقيق لقبين عالميين، ليس لقب واحد، لأطول مسافة للسباحة بنفس واحد. عمر عانى من حادث أدى إلى بتر أحد أطرافه، فتثاقلت عليه الأمور وتغيرت حياته دراماتيكيا بشكل كبير في بعد الحادث الذي تعرض له، وتغلب على هذه الإعاقة، ما أدى به إلى تحقيق لقبين مثل ما ذكرت، أطول فترة لقطع بالسباحة بنفس واحد وباستخدام الزعانف. حقيقة قصة عمر سافرت العالم، يعني أنا استمعت إلى بعض وسائل الإعلام تتكلم عن عمر حجازي في كندا. أحد الأمثلة الأخرى من لبنان، سيدة دارين بربر، قصتها ملهمة للغاية. عانت من حادث ثم عانت من سرطان أدى إلى بتر قدمها بعمر 17 سنة، ثم تعرضت لحادث أدى إلى كسر حوضها في عام 2013. تم الإعلان عن كتاب جينيس 2023، ما هي أبرز محتويات هذا الكتاب؟ ما الهدف منه؟ ما موضوع هذا العام للكتاب؟ كتاب جينيس 2023 بلا شك هو أحدث إصداراتنا في جينيس. تم توزيع نحو 2,000,000 نسخة من هذا الكتاب هذا العام. لا يزال يحتفظ هذا الكتاب بالرقم القياسي العالمي لأكثر الكتب ذات حقوق النشر مبيعا حول العالم. طبعا الكتب المقدسة توزع بشكل أكبر، ولكن الكتب ذات حقوق النشر هذا هو الكتاب الأكثر توزيعا حول العالم، وهو حاصل على الرقم القياسي لذلك. تلقينا نحو 40,000 طلب للمشاركة والمحاولة الوصول إلى هذا الكتاب العام الماضي. تم توثيق نحو 2,700 رقم قياسي، منها بالتحديد هو 2,697 رقم قياسي مدرجة في هذه النسخة الجديدة. ثيمة أو موضوع هذا الكتاب هذا العام هو الفضاء، لأننا تلقينا كثير من الطلبات، منها بعض الأرقام من الفضاء تم توثيقها وتخصيص قسم خاص لهذه الأرقام. هناك 50 إنجاز عربي في جينيس في نسخة هذا العام من كتاب جينيس. في نهاية اللقاء، أستاذ حسن إبراهيم، مدير العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.